تحية سهم كابلات الكهربائية وميزة النوع هذا السهم الذي ما يزال بيتداول بالنسبة لنا فوق منطقة دعم قوية جدا جدا لمستويات 2 جنيه 65 لحد مستويات 2 جنيه 75. لو السهم انهار تحت منها أعتقد هتكون فرصة للتعزيز، ده لو لحقت تعزيز فيه. طيب لو احنا ماشيين مع السهم عمل لنا تصحيح ماشي بهذا الشكل، عمل تصحيح على شكل اي بي سي وصعد أيضا على شكل اي بي سي ونازل مرة أخرى على شكل اي بي سي ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد. عشان أقول إن السهم صعب لازم السهم يخترق للمنطقة المفتاحية اللي عنده مستويات 3 جنيه و15 قرش. طيب لو احنا بصينا نلاقي إن احنا عدنا تصحيح عنيف من هذه المستويات، فهل ممكن بناخد نفس طول الضلع إلى مستويات 61 فيبو احنا عملناه ونزلنا كمان بقرب من مستويات 78 فيبو للمنطقة القوية جدا جدا اللي احنا حددناها في معظم الفيديوهات السابقة؟ أعتقد إن السهم بحاجة بس إنه يتحرك. أول إشارة إيجابية للسهم أعتقد لو طلع واستقر في هذه المستويات اللي هي 2 جنيه و90 قرش ولقينا بنستقر فوق منها بقوة، هتكون أول إشارة إيجابية. طبعا اختيارات المنطقة المفتاحية تعزز النظر الإيجابية بالنسبة لنا للبحث عن مزيد من الأهداف الصاعدة. هناخد القمة والقاع وهنبحث عن إيه مستويات ال 200 ل 261 فيبو، فهنروح لحد مستويات ال 4 جنيه و90 قرش وممكن لحد مستويات ال 5 جنيه ونص. هيقابلنا في الزحمه منطقه قويه جدا هي مستويات 3 جنيه 75 قرش، وده اهم تحدي اختراقها هو اللي هيخلينا نروح لل 161 فيبو وال 200 فيبو وال 261 فيبو كمان. ما زالت نظرتي ايجابيه للسهم ولكن بشرطين: يخترق المنطقه المفتاحيه اللي عند مستويات 3 جنيه 15 قرش، ويخترق المنطقة اللي عند مستوى 3 جنيه 60 لحد مستوى 3 جنيه 70، وده المفروض أول هدف بالنسبة لنا. الاختراق المنطقة دي هيعزز النظرة الإيجابية بالنسبة لنا نحو مزيد من الأهداف والبحث عن مستويات ال 4 جنيه ونص هدف أول، 4 جنيه و90 هدف تاني، 5 جنيه و60 هدف تالت إن شاء الله، وبالتوفيق.